العملية تتوخى تأمين سلامة مستعملي تلك المحاور الطرقية وضمان انسيابية حركة التنقل من وإلى الدواوير المستهدفة. محمد الوهيبي، عبد الله عياد، ويوسف الشركي. على ارتفاع 2200 متر على سطح البحر يوجد دور إسنتيك يبعد به أزيد من 70 كيلومتر عن مدينة أزيلال، يتموقع بين سلاسل جبلية وعرة تتخللها منحدرات ومرتفعات ومنعرجات عميقة تعيق بعضها تحركات آليات فتح المسالك الطرقية بهذا الدوار في وجه حركة مرور الساكنة، لكن مسؤولية القيام بالواجب في تخفيف العبء على الساكنة وضمان حركة جولانها لقضاء متطلباتها وأغراضها يتم التغلب على إكراه أكوام الثلوج لتنجلي بعدها مخلفات السيول المتمثلة في الوحل. واخا سميتو واخا كاين ثلج تيتحيد ما تيبقاش، كاين السلطة المحلية تيصيفطوا لنا سميتو الآلات تيحيدوا الثلج، كيتحركوا الناس كيمشيو للسوق كيمشيو للمدرسة فين بغا الناس تيمشيو، ولكن المشكل الغيس، إلا ما كاينش التفنة ما كاين والو. تحتاج المحاور الطرقية إلى تأهيل عبر تهيئتها وتقوية مقاطعها لتتناسب وحركة السير التي تشهدها، إذ لاستراتيجيتها تتم هذه العملية في مختلف اتجاهاتها وضمنها الرابطة بين بيل الويدان وويزخت على طول 17 كيلومتر بتكلفة إجمالية تفوق 22 مليون درهم. إصلاح كاين ونتمنوا منهم يصلحوها ويصلحوها مزيان باش الساكنة ديال هذه المنطقة ديال إقليم أزيلال ما تكرفش مع الطريق. وهذا منطقة سياحية جيت بالويدان. برنامج الأول وهو برنامج تأهيل المحاور الاستراتيجية بالإقليم، هذا البرنامج يهدف إلى توسيع وتقوية حوالي 212 كيلومتر بتكلفة مالية تفوق 470 مليون ديال الدرهم. البرنامج الثاني وهو برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل حوالي 190 كيلومتر بتكلفة مالية تناهز 230 مليون ديال الدرهم. تيسير انسيابية حركة المرور بالمسالك القروية والربط بينها وبين المسارات الطرقية الأخرى انطلاقا من بنية طرقية الطريق ومستوى المنطقة سيتيح تقريب إقليم أزيلال من أقطاب اقتصادية تنهض بعدد من قطاعات فلاحية صناعة غذائية وسياحة. ومعي مباشرة من أزيلال للحديث حول هذا الموضوع السيد عبد الرحمن الصوفي، رئيس قسم التجهيز والتعمير والبيئة. السيد الصوفي، الإقليم يتميز بتضاريس وعرة ومسالك صعبة، ما هي الإجراءات الاستباقية التي اتخذتموها لفك العزلة عن الساكنة بالعالم القروي وللحد من تداعيات موجة البرد؟ شكرا سي عبد الغني، مرحبا بمشاهدينا الكرام. ففعلا فبعد التوصل بالنشرة الإنذارية يعني اللجنة الإقليمية تعقد اجتماعها تحت الرئاسة الفعلية للسيد العامل وجميع القطاعات المعنية يعني بهذا الموجة البرد، يعني من التعليم، مندوبية الإقليمية للصحة، المديرية الإقليمية للتعليم، المديرية الإقليمية للتجهيز، التعاون الوطني، المصالح الأمنية، يعني كل شيء كيعرض يعني الإجراءات الاستباقية اللي اتخذها وكذلك يعني شنو هما الإجراءات اللي غيتاخذوها يعني من بعد ما إن شاء الله اللي غادي يعرف الإقليم التساقط ديال الثلوج. وبالتالي فبالنسبة يعني للعمل والمديرية الإقليمية للتجهيز فتم يعني تعبئة 42 آلية منها كاسحة ثلوج وجرافات اللي تم توزيعها عبر جميع المناطق هذه اللي كتعرف تساقط الثلوج باش يكون تدخل يعني في الوقت ديالو ويكون يعني وتعطى المساعده لفك الساكنه في حاله ما الا كان شي عزله او لا شي حاجه. وبالتالي فكان يعني هذه الاليات كندخلوا اولا فتح يعني المحاور الرئيسيه وعاد كندوزو المحاور الثانويه، وفهاد يعني فهاد الموجه اللي دازت مؤخرا فالحمد لله المحاور الرئيسيه والثانويه تنفتحها في ظرف نهار ونص. وبالنسبه للمسالك القرويه حتى كتزكات تساقط الثلوج عاد كندخلوا فيها، والحمد لله بهاد الاليات راه تمكننا باش نفتحوا هاد المسالك هادو في ظرف 4 ايام. يعني اذا السيد عبد الرحمن دازت في في إذا السيد عبد الرحمن الإقليم شهد تساقطات ثلجية مهمة، ما هي أبرز المشاريع التي بشرتموها للتخفيف من تأثير تلك التساقطات على حالة الطرق، خصوصا وأن الإقليم يطغى عليه طبع العالم القروي؟
نعم بل الحمد لله فعلى غير جميع الاقاليم ديال المغرب فاقليم ازيلال كيستافد بالبرنامج الكبير اللي يعني صاحب جلاله نصره الله ديال تقليص الفوارق المجاليه والاجتماعيه بالعالم القروي واللي كيهم يعني بناء وتاهيل واحد العدد ديال الطرق اللي تقريبا غادي يوصل واحد 1300 كيلومتر بين البناء والفتح والتاهيل واللي غادي تشمل كاع هاد يعني الطرقات اللي كتوجد في هاد المناطق هاد اللي كتعرف تسابقات الثلجيه اللي غادي ان شاء الله تكون غتصاوب باش ما يبقاش ندير ليها التفنه والتقاد باش عمليه اتساع الثلج كتسهل علينا ديك الساعات وكذلك سيتم الفتح يعني فتح طرقات ما بين ما بين الاقليم والاقاليم المجاوره باش كتفتحوا اسواق اخرى وكتكون التنميه الاقتصاديه والمجاليه في الاقليم الحمد لله يعني هذا المشروع هذا اللي كيمتد من 2017 حتى 2023 بواحد التكلفه ديال مليار و280 مليون درهم منها 80% كلها هي لفك العزله كيهم الطرق والحمد لله لحد الان راه تم انجاز واحد 250 كيلومتر والاشغال جاريه في ازياد تقريبا 500 كيلومتر والباقي راه غادي تنجز في السنوات المقبله ان شاء الله. اذا السيد عبد الرحمن بعد هذه التساقطات سواء كانت المطريه او الثلجيه كيف هي وضعيه الطرق حاليا على المستوى الاقليم وما هي النصائح التي يمكن تقديمها لمستعملي الطريق؟ فالآن الحمد لله تم فتح جميع المسالك الطرقية المحاور الاستراتيجية والمحاور الثانوية والمسالك القروية إلا أنه راه كتعرفوا من بعد التدخل سيرتو في المسالك فكتضرر هذه المسالك هذا بوجود الوحل وهذا وإن شاء الله من بعد غادي يجي التهيئة ديالهم وهذا والبناء ديال بعض الطرقات الرئيسية فغيسهل علينا إن شاء الله يعني التدخل فيها وكذلك يعني اللي كان طلب أنايا أنه يعني ملي كنتلقاو النشرة الإنذارية كنطلب ساكنة أنها دير الحيطة والحذر وما تغامرش ومثلا كنديروا دوك كنهبطوا ملي كيكون تساقط الثلج كنهبطوا لي بارير دوك حواجز الثلوج كنطلبوا من الساكنة أنها تحترمها وما تلوحش راسها للتهل وكأنه كتزيد علينا واحد العيب كبير سورتو بالليل أنا كيصعب أنه ندخلوا والساكنة ما تنبغيوش نخلوها يعني معزولة دونك كندخلوا بالليل وكنتمحنوا شوية كنطلب من الساكنة أنها إن شاء الله يعني تحترم دوك حواجز الثلوج. إذن السيد عبد الرحمن الصوفي رئيس قسم التجهيز والتعمير والبيئة بأزيلال شكرا جزيلا لكم.